مسابقة محرر ويكي بالعربي، هاي المسابقة هدفها إثراء المحتوى العربي على الإنترنت. كيف تقدروا تشاركوا بهاي المسابقة والمزيد رح يكون بفقرتنا هاي. معنا بنان عارف الرنتيسي وهي ناشطة ومتطوعة بعدة مجالات. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي بنان، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. بنان، احنا رح نحكي على مسابقة محرر ويكي وقديه مهم الإضافة للمحتوى العربي وحوسبة المحتوى العربي على الإنترنت. بس أول بدي أحكي نحن عم نستضيفك كمان عشان أنت كتير ناشطة وكتير عندك تطوع، والمسابقة أو جمعية حوسبة وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت هي أحد الجمعيات اللي أنت مشتركة فيها. بالضبط. أوكي، طب احكي لي عن تطوعاتك. لا، بداية أنا بنان عارف الرنتيسي، طالبة كمبيوتر ساينس، خلصت كمبيوتر ساينس، ولا طالبة ماستر سوفتوير إنجينيرينج سنة أولى. بشتغل تطوع من 2012 تقريبا أو قبل بشوية صغيرة. بشتغل في عدة مجالات. بداية أول مجال بشتغل فيه كمجال إعلامي حر، بحيث أنه أي جهة بلاقي أنه بيحتاجوا أنه أكون معهم كمتطوع إعلامي، بكون أنا جاهزة، بحيث بصور، بغطي تغطيات تصوير، تقارير إخبارية، عمل ديزاين، تصاميم، وهاي الأشياء بحاول أنه أغطي لهم هاي الجهة بشكل متطوع. بشتغل مع 4 أو 5 جهات بهاي الطريقة. طيب، هلأ عندك كمان فولنتير أمل، واللي هي مجموعة من المتطوعات عم تعملوا أعمال كتير منيحة، فأحكي لي إيش عم تعملوا؟ هلأ فولنتير أمل مبادرة أصل لها 4 سنين بداية، هاي السنة الرابعة. مبادرة فقط للصبايا. المبادرة بتشتغل إنه على الأعمال الخيرية، نفتح مجال لكل الصبايا اللي بيحبوا إنه يشاركوا، بس يكون عندهم شوي محدودية في إنه طبيعة المبادرة وهيك، نفتح لهم إنه تاخدوا راحتكم معنا عادي، كلياتنا صبايا وهيك. هلأ المبادرة بتشتغل على أعمال خيرية مثل إفطارات أيتام، رحلات للأيتام اللي هي المواد التموينية والطرود التموينية، رحلات لدار المسنين وعمل جو ترفيهي وتغيير نفسي لإلهم، لدار التوحد اللي بيسموهم اللي هي المدارس الصعوبات وهاي الأشياء. فبنحاول إنه نشرك الصبايا بكل هاي الفئات من المجتمع بحيث إنه يضل لهم دور فعال بهاي الجانب يعني. طيب أوكي، خلينا نحكي هلأ على محرر ويكي، مسابقة محرر ويكي، مين بيقدر يشارك بهاي المسابقة؟ محرر ويكي مسابقة لطلاب المدارس والجامعات، مشاركة فيها كتير سهلة، بيقدروا يشاركوا أونلاين على الفيسبوك، يعني وين أي حد مكانه بيقدر يراسلنا على صفحة الفيسبوك اسمها محرر ويكي بالعربي، بيقدر يراسلنا، الفريق تبعنا موجود على الصفحة أونلاين دائما بيجاوبهم، بيقدروا يختاروا أي مقالة بالعنوان اللي هم بدهم إياه، بيختاروا سواء ترجمة من لغة للغة العربية، من أدب، تاريخ، شخصيات، علوم، أي موضوع بيحب يختاره عادي، مفتوح المجال يختار يجاوبه يعني. تمام. هلأ برجع لويكي، يعني ويكيبيديا، نحن بنعرف أنه لما الواحد بتعمل ريسيرش على الإنترنت بتروح لويكيبيديا، دائما بيعتبر أو معظم الأحيان بنعتبر أنه معلومة موثوقة. قديه موثوقة المعلومة على ويكيبيديا؟ معلومات ويكيبيديا موثوقة لدرجة معينة، بس نقدر نعتبرها مفيدة للأغلب، لسبب أنه ويكيبيديا هي مرجع للأغلب موجود عندنا هون. يعني أنت هلأ لما تفتحي على جوجل تكتبي مثلاً عن رؤيا، فوراً حيطلع لك رؤيا ويكيبيديا. فهذا بهاي الطريقة بطلع لك إياها بأول إشي بالريسر. أيوة. فهذا الإشي بخلي الكل يعتمد عليها، بنعتبرها موثوقة لدرجة، وبنفس الوقت بنعتبرها نقطة لبداية البحث، بحيث لأي شخص مهتم في مثلا موضوع رؤية قرأ مقالة ويكيبيديا حيروح يدور على مصادر تانية عنها ويتعمق في موضوع البحث عن. طب مين بيقرر إذا هاي المعلومة دقيقة صحيحة أو لا؟ المعلومات اللي بتتقرر بناء على ويكيبيديا والإداريين اللي فيها. في لويكيبيديا إداريين في كل العالم، يعني في بالأردن مجموعة، في بمصر مجموعة، بسوريا مجموعة إلى آخره، بس اللي بيقرروا من خلال إن هالمعلومات لازم تكون محايدة بشكل رئيسي، لا تنتمي لرأي شخصي، لا تنتمي لأي حزب، لا تنتمي لأي فئة معينة، يعني بحاولوا تكون محايدة بشكل كامل، وبنفس الوقت بحاولوا إنها تكون لغة عربية صحيحة. أوكي. حيث إنها تشمل الجهتين، واللي بده يدور يفتح فيها، يعني بده يفتح ويكيبيديا بده يلاقيها
انه نقطه بحث رئيسيه محايده يقدر انه يتعمق ما يقدر انه يروح لجهه معينه. تمام. طيب هلا محرري ويكي اللي هم الاداريين مع ويكيبيديا يعني هم بيكونوا متطوعين ولا موظفين مع ويكيبيديا؟ هم بشكل مبدئي بيكونوا متطوعين لغايه ما يوصلوا لمرحله معينه من التمكن في ويكيبيديا، وقتها بيوصلوا لانه ممكن يكونوا موظفين مع شركه ويكيميديا بواشنطن. أوكي. طيب هلا بالنسبه للمسابقه بيقدروا يروحوا على صفحتكم على فيسبوك مسابقه محرر ويكي بالضبط، وبياخذوا كل المواضيع. شو شروط المسابقه؟ مين بيقدر يشارك وشو؟ بالضبط، مسابقة محرر ويكي مسابقة لطلاب المدارس والجامعات بشكل رئيسي، وممكن إذا حدا من موجود موظف أو إشي مهم يعني مهتم بموضوع اللغة العربية وإثراءها على المحتوى على شبكة الإنترنت عفواً، ممكن إنه يشارك حطه من ضمن فئة طلاب الجامعات. أوكي. كفئة عمرية يعني. بشروط المسابقة بداية حياخد 50 نقطة على كم البيانات اللي بينزلها على ويكيبيديا، والخمسين نقطة الثانية على جودة البيانات اللي بينزلها، جودة المقالات اللي بيكتبها. الخمسين نقطة الأولى بياخدهم، إحنا في عنا مقياس على ويكيبيديا بيطلع لنا حجم المقالة بالضبط اللي ضافها بالكيلو بايت. أوكي. فإحنا بدنا نشوف كم يعني الجهد اللي بذله هو بيضيف بهاي المعلومات. والخمسين نقطة الثانية بتكون من ضمن الجوري تبعتنا لجنة التحكيم، هم اللي بقيموا الخمسين نقطة الآخرين اللي هم جودة المقالة. جودة المقال. بالضبط. هلا ممكن يختار مقال موجود أوريدي على ويكيبيديا باللغة الإنجليزية ويترجمه للعربي، هيك يعتبر كمان. بالضبط. بيختار واحد موجود باللغة الإنجليزية وبيترجمه أو مقال محايد. وإحنا مجهزين إجمالاً قائمة مقالات مقترحة. يعني احنا عملنا بحث على ويكيبيديا وشفنا ايش المقالات مو موجوده، عملنا فيها قائمه وجهزناها على اساس انه يساعدهم زي لانه كنوع من التسهيل يعني عليهم. طب هي اول مسابقه ولا في كثير مسابقات؟ يعني ممكن واحد يشارك عندكم بمقال هو شارك فيه بمسابقه ثانيه، هلا هو احنا او جايبه من محل. بالضبط. هلا احنا صراحه مو محددين الهدف، انه احنا بيهمنا التشجيع. يعني الطالب مثلا اذا شاف اكثر من مسابقه نازلين بنفس الوقت على ويكيبيديا وشارك فيهم، بما انه جوده المقاله عاليه وحجم المقاله عالي فاحنا ما عندنا مشكله، بالعكس احنا كنوع من التشجيع وزياده المحتوى. طيب واخترتوا رح بالنهايه رح تختاروا 3 من المدارس و3 من مجموعه الجامعات، 3 و3 فائزين. شو بيكون فائزين. اوكي. الجوائز تبعتهم جوائز هي قيمه بشكل مبدئي، احنا ما حددناها، حددنا الكوست تبعها كلفتها بس هلا بشكل مبدئي ما تحددتها قبل ما نشوف في رينج المشاركين. تمام. ونشوف المشاركين وين اهتماماتهم، من هذا الحكي ببين من مقالاتهم من فئاتهم العمريه، فاحنا حندرس هذا الشيء ونجيب بناء عليه. تمام. هلا انتم اطلقتوا المسابقه ب7/2 وبتضل مفتوح باب المشاركه ل 28/4 بالضبط. تمام. اخر موعد للمقالات. يعني في ناس هلا بلشوا يبعثوا، شو وصلكم بالزبط. زي شو عم بتلاقي الاهتمامات؟ هلا وصلنا اول شيء مقالات ترجمه مثل مقاله الانيماترونكس، مقاله الريف الصيني، هذول كانوا مقالات للترجمة. مقالات جديدة تم إنشائها، في عنا مقالة كهف السيد المسيح. كهف السيد المسيح طبعا لمن لا يعلم كهف تم اكتشافه من فترة قصيرة جدا في منطقة عراق الأمير، منطقة بيادر وادي السير. تم اكتشافه وكانوا الطلاب نازلين يمنتجوا فيه فيلم. فلما اكتشفوه حب واحد من الطلاب إنه أنا شفته المكان كتير جميل، ليه ما أعمل عنه مقالة؟ فتم نشر مقال باسم كهف السيد المسيح، هذا اللي بعراق الامير اظن. بالضبط. اوكي. في مقاله ثانيه اسمها بلده البصه الاردنيه. في طالب هلا بيكتب عن وادي الريان، مقاله موجوده باسم وادي اليابس، هو طبعا هذا اصغر مشارك بصف سادس. برافو، مش معقول. حلو. فهو بعدين بيشتغل بنشاط، طالب اسمه عمر جاد الله. فكان عمر انه شاف المقاله، فمن باب التشجيع المقاله موجوده ولكن تحتاج لتعديل كبير جدا. فهو بلش يكتب في نفس المقاله على اساس يطور على نفس محتواها. وانتم بالجوري او اللجنه بتطلع بتحقق من المعلومات؟ لانها كانت المقاله محطوط عليها ملاحظه للحذف. فاحنا بما انها محطوط عليها ملاحظه للحذف حنطورها احنا. طب هلا كنتوا متوقعين انه بهذا الناس يشاركوا بصف سادس ابتدائي؟ بصراحه لا. طلعت بالصدفه، انا بشتغل اي تي ديفلوبر في مدرسه طوبه، فانا هناك اقترحت على مديره المدرسه انه انا حطلع واقترح على طلاب صف سادس وسابع الصبايا والشباب، حقترح عليهم انه في عنا مسابقه ونشوف شو مدى التشجيع. قالوا لي اقترح عليهم وحاول يشجعهم، قلت لهم انا حسهل عليهم قدر الامكان مثل ما بنسهل على الباقي يعني، بس بمستوى طلاب المدارس. قالوا لي اوكي ما في مشكله. طلعت شرحت الفكره وهيك،
ما في يعني 3-4 ساعات الطالب روح على البيت فورا بعت لي انه هي الحساب على ويكيبيديا عملته وايش بدي اكتب. فكان الاشي حلو. طبعا في غير طلاب للسعدين بدهم يبلشوا، وانه كونه معنا باقي شهرين تقريبا اللي هو شهر 3 وشهر 4، فهم متشجعين انه معنا مجال نكتب لسه. كتير حلو. اذا هلا اللي عم بسمعونا وحابين يشاركوا بهاي المسابقه بيطلعوا على صفحتكم على فيسبوك مسابقه محرر ويكي. بالضبط، وهناك بلاقي كل التفاصيل، كامل التفاصيل والمقالات كمان اللي انتشرت احنا عمالنا بننزل فيها. حيكون في عنا لقاء كمان مع الطلاب ان شاء الله ب 28/3 منسقين يوم علمي، يوم التكنولوجيا العلمي بجامعة الإسراء لطلاب الإسراء. فحيكون من ضمنهم فريق محرر ويكي حيعمل مسابقات ويعرف للمشاركين إذا حدا بيحب يشارك معنا. كتير حلو. إذا طب هلا صار لك تقريبا 5 سنين يعني يمكن من أنت بالجامعة، أول ما بديتي جامعة عم تعملي التطوع. أول سنة جامعة. بدي أسألك شو بتحسيتي هذا التطوع أضاف لك لحياتك بكل هالمسابقات والمبادرات اللي أعمالك بتشاركي فيها؟ بصراحة كتير غير. يعني التغيير كان واضح لأنه في كل مبادرة منفصلة عن الثانية. يعني مبادرات نعتبر المبادرات الثلاثة الرئيسيين اللي بشتغل فيهم. إعلامي حر، ونقدر نعتبره شوي إعلامي حر باللغة العربية وبالقضايا المتعلقة بالقدس وفلسطين، فهذا غير فيه كتير شغلات. شغلة تانية موضوع التطوع كفولنتير في مبادرة يعني فور فري بنعتبره، وخاصة إنه أنا تطوعت في كتير مبادرات قبل ما ننشئ فولنتير أمل مساعدة مجموعة من الصبايا. طبعا خواتي وأحدى صديقات وهيك كلهم تحمسوا معنا للفكرة وأنشأناها. والمبادرة الثالثة مبادرة اللغة العربية، إنه برضو إنه إحنا حملنا هم اللغة العربية وهم إن هي لغتنا الرئيسية. فهدول الثلاثة كان لهم تأثير كتير كبير علي في حياتي في دراستي في شخصيتي، خلاني أوظف دراستي مع الإشي اللي بشتغل فيه. كثير حلو، رائعة جدا بنان. إذا احنا بنقول بندعو اللي بحب يشارك بمسابقة محرر ويكي بيقدر يروح على صفحتهم على فيسبوك ويشارك بالمسابقة، وانتم تتواصلوا معه تعطوا كل المعلومات. بنان طبعاً. عارف رنتيسي، شكرا لوجودك معنا حبيبتي. الله يسعدك. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.